والله احنا بالنسبه للكمام احنا ملتزمين بها، لان هاي اول شيء مصلحتنا وصحتنا، واحنا بنفس الوقت ايضا نوصل اللي يجينا الناس اللي تنزل على السوق خلي يلتزمون بالكمامه، يعني لان هي مصلحه الجميع. تعرف هذا الوباء ما يعني ما يبين، يعني ما تعرف منهم عنده منو ما عنده، فهذه هي وقايه من هذا المرض، وان شاء الله الله عز وجل راح يزيله هذا المرض. بس احنا ننصح اللي ينزل اللي يجي على الاسواق لازم يلتزم بالكمامه، لان هاي مصلحه الجميع. والله الالتزام بالكمامات ضروري، يعني لانه هو خسران عليه شيء، انت تقي نفسك وتقي مقابلك. ثانيا اكو يتحمل، اكو مثلا انت تنقلها بالبيت ما يتحملوها، فضروري يعني حتى يكون واحد بمنع عنا هاي الشغلة. لا والله ما بيها خسارة ولا بيها فقد شيء علينا، خليه يلتزم بالكمامة أحسن يحمي نفسه، خير من العلاج. الكل صاحب المحل ولا العامل ولا حتى المشتري الزبون، يعني ما فقد شيء هو صعب. والله أسعارنا ممتازة كلها رخيصة، يعني ما بيها زيادات. كلها غذائية عندنا، عندنا عطارية، عندنا راشي. الصلاحية طبعا نحن ما نشتري شيء اذا ما الصلاحية ماله جديد. والله حاليا هسه الحمد لله تقريبا 90% من العالم ملتزمة بالكمامات. لان يعني شوية المرض انتشر هنا، تعرف العالم خافوا، بس الحمد لله المرض جانا خفيف. اي ما جانا بذيك القوة. والعالم هسه ملتزمة، ولا ما نقول 100% بس ملتزمين. اي. والله انصحهم يلبسون كمامات. ايه. انا عسل ودهن حر. زي الزيتون. الاقبال لله الحمد لله. ايه. العسل شويه يعني السوق هنا ضعيف، ما ذاك السوق القوي، بس الحمد لله يعني يمشي. والله الناس ملتزمه، كل محلات تابسه كمامات. هي اصلا تفيد للصحه والتزام احلى. نظافه، ان شاء الله هذا المرض يروح. كل الناس اللي ما والله يا اخوي اقول لهم خليه يلتزمون، نفس ما تجيبون المرض اذا ما يخافون على راحهم خليه يخافون على ارواحنا احنا. ناس ما عاد تقدر تشتغل من وراهم، خليه يلتزمون بتشي يروح. اقول لهم يعني التزموا بالكمامات، حافظوا على نفسكم وعلى البلد اللي عايشين انتم بينه. الله يدفع البلاء. والله يدفع البلاء والقضاء ان شاء الله ويشافي كل مريض. اليوم وين نزلتي على ياسو؟ على باب السراي. شلون شفتي باب السراي؟ والله الحمد لله ورخيص وماكو شيء. شلون شفتي المحلات ملتزمين بالكمامات الناس؟ ايه ملتزمين بالكمامات.